قالت النجمة القديرة يسرى إن اسم الملكة خوشيار والدة الخديوي إسماعيل، والتي قامت بتقليد شخصيتها بمسلسل سرايا عابدين، يعني باللغة العربية حبيبة القلب، مؤكدة إنها استعانت بمدرب تركي لكي يساعدها على القيام بالدور بشكل جيد. وأضافت يسرى إنها من الممكن أن يكون هناك أخطاء تاريخية في المسلسل، موضحة أن هذا أمر طبيعي لأنها دراما مستوحاة من الحقيقة. إزاي تاخد قرار بدون علم حضراتنا؟ أنت بجمالك ده تقدري توصلي لغرفة الخديوي. في ست جديدة في حياته. جمالة الخديوي ممكن قلبه يحب أي امرأة جميلة. إخلاصه لاتنين فقط، مصر وأمه.